بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر فضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام، ما دار في الألسن إعراب الكلام. وبعد، حركات الإعراب في العربية علامات مهمة جدا على المعاني، تضبطها وتكشفها وتعطي عناصر التركيب مرونة في التنقل في فضائه وفضاء النص بشكل عام، فهي الضابط الأساسي للمعاني الحامي لها من اللبس. هذا في الكلام العادي، أما في كتاب الله تعالى فهي أشد إحكاما وتعبيرا عن المقاصد والمعاني. أراد عربي أن يدخل على المأمون فلم يؤذن له، فراح يصيح بأعلى صوته: أنا النبي أحمد، أنا النبي أحمد. فجاء به مقيدا بالسلاسل والحديد وأرادوا ضرب عنقه، فقيل له قبل ذلك: أنت الذي تقول أنا النبي أحمد؟ قال: معاذ الله، إنما قلت أنا النبي أحمد بنصب كلمة النبي على التقديم والتأخير. فقال المأمون: أطلق صراحة. فأكرمه. قبل ذلك دار حوار بينه وبين المأمون. المأمون كان متهما، فصار متهما. قال له هذا الأعرابي: أولست تمدحه يا أمير المؤمنين؟ في حالة الرفع ادعاء للنبوة، وفي حالة النصب مدح للنبي صلى الله عليه وسلم على التقديم والتأخير: أنا أحمد النبي. لذلك قال للمأمون: ألا تمدح النبي؟ فقال: بلى. سمع أعرابي آخر مؤذنا يقول: أشهد أن محمدا رسول بالفتح رسول الله. فقال متسائلا: ويحك، ما به محمد؟ ما الذي جرى له؟ لأن الكلام بقي ناقصا من دون خبر. هذا بحركة واحدة. أيضا قد تقلب هذه الحركة المعنى قلبا تاما في قول الشعر وفي الكلام العادي. يقول الشنفر مثلا: وضاف إذا هبت له الريح طيرت، لبائد عن أعطافه ما ترحل، بعيد بمس الدهن والفلي عهده، له عبس عاف من الغسل محول. بجر كلمة الفلي، أي أنه بعيد عن تنظيف شعره ودهنه وتنظيفه على مدار أعوام. طب ماذا لو رفعت كلمة الفلي؟ يصبح المعنى: الفلي عهده، أي أنه يتعهد شعره بالتنظيف والدهن وغير ذلك من أنواع النظافة. لاحظ كيف قلبت حركة واحدة المعنى قلبا تاما. تعالوا إلى كتاب الله تعالى، نجد الأمر أكثر دقة وإحكاما، بل وظفت هذه الحركات توظيفا عجيبا غريبا في التعبير عن المعاني والمقاصد المرادة، وسأضرب لذلك أمثلة كثيرة. تأملوا معي الجواب في قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. الجواب: أنزل خيرا. تعالوا إلى جواب السؤال نفسه في سورة النحل: وقيل لهم، أي للكافرين، وقيل لهم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. لماذا جاء جواب المؤمنين منصوبة؟ ولماذا جاء جواب الكافرين مرفوعة؟ مع أن السؤال واحد لكليهما: ماذا أنزل ربكم؟ السؤال واحد. الفتحة في الآية الأولى خيرا تكشف أن الخطاب لأناس يؤمنون بالإنزال، لذلك نصبت بفعل محذوف تقديره أنزل خيرا. أما الضمة قالوا أساطير الأولين تكشف الضمة عن هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بالإنزال أصلا، ويكذبونه ويكيلون له الاتهامات، فيقولون قول شاعر، قول ساحر، قول كاهن وما إلى ذلك. ذلك رفعت على تقدير مبتدئ محذوف، أي هي أساطير حسب زعمهم. ولو نصبت كلمة أساطير لكان ثمة تناقض شديد في النص، لأن التقدير عندئذ أنزل أساطير الأولين، وهذا لا يستقيم بحال من الأحوال. لماذا؟ كيف يقولون أو كيف يجيبون
أنزل أساطير الأولين وهم لا يؤمنون بالإنزال أصلا. لاحظوا الدقة العجيبة في توظيف الحركة. تعالوا معي إلى آية أخرى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة في النصب، وكلمة بالرفع، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. لماذا كانت كلمة الكافرين منصوبة وكلمة الله مرفوعة؟ الضمة دليل على أن كلمة الله في الأصل عليا ولا تحتاج إلى من يجعلها كذلك. أما كلمة الكافرين فليست كذلك، كانت عليا لكن الله جعلها سفلى، أما كلمته فعليا من أصلها وليس ثمة من أعلاها. طيب ماذا لو نصبت كلمة الله؟ يعني قرئ مثلا، ماذا لو قرئت وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة بالنصب؟ طبعا المعنى سيصبح فاسدا غاية الفساد. لماذا؟ لأن المعنى يصبح أن كلمة الذين كفروا كانت عليا فجعلها الله سفلى، وكلمة الله كانت سفلى فجعلها الله عليا، وهذا لا شك في فساده وبطلانه، لأن كلمة الله في أصلها عليا ولا تحتاج إلى من يجعلها كذلك. تأملوا معي أيضا الفرق بين سلام الملائكة وسلام إبراهيم عليه السلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام. هم سلموا عليه بالنصب ورد عليهم السلام بالرفع. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ما الفرق بين السلامين؟ طبعا سلام الملائكة على تقدير فعل، وهي جملة فعلية، أي نسلم عليك سلاما. أما جواب إبراهيم عليه السلام فجملة اسمية، أي عليكم سلام أو سلام عليكم. قد يبدو الأمر في البداية أنه لا فرق بين السلامين، الحقيقة ليست كذلك، فهناك فرق كبير بينهما في المعاني الجزئية الدقيقة. النصب يكون السلام جملة فعلية، والرفع يكون جملة اسمية، والاسمية أثبت وآكد من الجملة الفعلية. لهذا كان سلام أهل الجنة دائما بالرفع بالجملة الاسمية، سلام عليكم بما صبرتم بالرفع. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيضا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. إذن السلام بالرفع أثبت وآكد من السلام بالنصب. تعالوا معي أيضا إلى حركة أخرى تكشف السياق وتكشف المخاطبين وبعض الأحكام. في آية الصابئين تستوقف كثيرين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في سورة البقرة. في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بالرفع والنصارى إلى آخر الآية. في سورة الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إلى آخر الآية. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في البداية، لماذا جاءت الصابئون في آية المائدة وحدها بالرفع دون آيتي البقرة والحج؟ هل من خلاف بينها؟ بكل تأكيد الجواب على ذلك والتوضيح أن الأزمنة باعتبار مجيء الإسلام ثلاثة، اثنان منها في الدنيا وثالث يوم القيامة. الأول قبل الإسلام ويشمل أهل الفترة والأمم السابقة، والثاني بعد الإسلام، والثالث يوم القيامة. جاء ترتيب السور البقرة، المائدة، الحج، كل سورة أو كل آية من هذه السور معبرة عن زمن من هذه الأزمنة الثلاث ومصورة لحال الناس في تلك الأزمنة. البقرة تصور حال الناس قبل الإسلام، فالذين آمنوا هم من كانوا على ملة إبراهيم
والنصارى على دينهم، واليهود كذلك، والصابي أتباع يحيى كذلك، لكن بشرطين. أولهما الإيمان بالله واليوم الآخر، والثاني العمل الصالح، والثواب لجميع من حقق هذين العملين. إذن السياق سياق قبل الإسلام، والمذكورون في الآية من عاشوا قبل مجيء الإسلام، فالجميع تعمهم حال واحدة أو حكم واحد، وليس هناك حاجة إلى القطع من أجل التمييز بينهم، لأنه ليس هناك تغاير بينهم يستدعي ذلك القطع. تعالوا معي أيضا لنرى كيف تغير الحركة الحكمة تغييرا كاملا. مثلا في قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بالنصب الواجب أن تغسل الأرجل، لكن بالجر لو عطفناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لكان الواجب المسح للغسل. لاحظوا كيف تغير الحركة الحكمة تغييرا تاما. أيضا لاحظوا في قوله تعالى: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ماذا لو قرأ قارئ وأرجلكم بالرفع؟ لأدى ذلك أن تخرج الأرجل من القطع، والقطع يشمل الأيدي فقط. لأقطعن أيديكم وأرجلكم، بالنصب القطع شامل لهما معا، أما بالرفع فيشمل الأيدي والأرجل تكون إلى جهة الخلف. فالحركة تغييرها يؤدي إلى تغيير الحكم. أيضا هذه الحركة قد تؤدي إلى فساد عظيم في المعنى. سمع عربي شخصا يقرأ القرآن: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال مستغربا: كيف يرسل الله رسولا ويتبرأ منه؟ إذن أنا بريء ممن برئ منه الله، لأن المعنى يصبح أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا معنى فاسد. والقراءة على الرفع، والمعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. ولهذا أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية. من خلال الأمثلة السابقة والشواهد يتبين لنا الأثر المهم لحركة الإعراب في بيان المعنى وفي الإحكام الدقيق لهذه الآيات وفي التعبير عن المقاصد وفي إيقاعها وجمالياتها.